أثارت الإعلامية السعودية لجين عمران الجدل بعد نشر مقطع فيديو جديد لها وبرفقة أشقائها عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. الفيديو أظهر لجين عمران وهي عم تكشف بحماس عن مفاجأة أعدتها لإخوتها واللي كانوا عم بيجتمعوا أمام باب الحمام، حيث كانت هي طالبة منهم الدخول إلى الحمام لحتى يتفاجأوا بمقعد الحمام وهو عم بضيء في وسط العتمة. وأثار مقطع الفيديو الجدل بين متابعين لجين عمران بين من انتقد واصفا المحتوى بالتافه. خلونا نتابع الفيديو. سكر النور، يلا ادخلوا تدخلوا الحمام. طبعا انا حاطه شيء حلو حابته في الحمام. يا اخي ما في صرصور، لا تخافي، بس لا تفتحي النور عشان يشتغل. ليش حاسه انك حاطه شيء؟ مو حاطه شيء يا حي. اوكي طيب بعدين ليش ما ليش ما تحضر؟ لازم يشتغل. يلا كل هذه المقدمه اخر شيء. لا ايش رايك؟ طيب لحظه بس سؤال، يعني الحين هذا يولع بس بالظلام؟ ايه بقول لكم شيء يا جماعه، حبس تنزل تسبحي. اوكي انا هذا اخذته. سارة أول من علقت وقالت ما أقول إلا الله يقرفها هي وأخذها اللي بتقول عشان الريلاكس يعني وناقص نحط شاشة، والثانية عم بترد عليها وتقول ينفع اللي يحبون يدخلون جوالاتهم ما أدري كيف مذيعة وتحكي بأشياء قذرة. في أبو مهنا عم بيقول يخرب بيتها ما قهرني إلا لما تضحك وهي عم بتصور، يعني رح أفهم لو حطت إضاءة يبي يتغير في الموضوع شيء، أنه مثلا الحمولة اللي رح تنزل هي نفسها ما رح تتغير. فيديو متداول لشخص يبدو للحظة أنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما يثير الانتباه هو أسلوبه وطريقة كلامه المشابهة لترامب. خلونا نتابع. The Long Island Railroad is screwing up this job. It's a horrible job. I have hired my good friend John Valente and his great wife Rosie. They're tremendous people. And I'm going to tell you right now, we have to come in and do this job on time and under budget. We're going to go with Oliveria, or is it Oliveria? They're good people. They're Italian, but they're good. Or are they Portuguese? I don't know. But they're tremendous people, and we are going to get this job done, and done the right way. We are hiring many more pork chops because we love them. They're tremendous people. And we are going to do a great job here, Rosie. I'm going to tell you, your husband is a tremendous attribute to this job. ننتقل مشاهدينا لأهم الترندات والهاشتاغات على مواقع التواصل الاجتماعي. كان أول هاشتاغ بميت وش لفت كوب شاي بأحد مشاهد مسلسل بميت وش أنظار المشاهدين، وذلك حين جلس عليه النجم آسر ياسين بالخطأ وأكمل بالتمثيل وكأن شيئا لم يكن. أيضا هاشتاغ دينا الشربيني، لا تزال أو لا يزال كثير من المشاهدين يعبرون عن إعجابهم بأداء الفنانة دينا الشربيني في أحد مشاهد مسلسلها لعبة النسيان اللي حاليا عم ينعرض برمضان وتأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق. أيضا هاشتاغ ريهام عبد الغفور، وما زال الفنان المصري رامز جلال يفعل الأمرين بضيوفه من خلال برنامج المقالب اللي عم بيقدمه حاليا على الام بي سي، وكانت الضحية الفنانة المصرية ريهام عبد الغفور اللي صارت ترند على المنصات بعد خوفها وصراخها من مقلب رامز جلال.